السلام عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النور الخالد. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية على وليدات النبي صلى الله عليه وسلم، الأبناء ديالو الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم، وكانوا من الصلب ديالو، والابن ديالو بالتبني زيد بن ثابت اللي نسبوا ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعني تبني شائع في الجاهلية، لكن إن شاء الله أنه يبطلوا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد أنه ما ينسب ليهش زيد. اليوم إن شاء الله غادي نحدثكم عن بناته، عن الإناث. كنا أربعا على الترتيب: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. أما رقية وأم كلثوم يعني كبروا صاروا صبيتين، فخطبهم أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة، ولما تأهبوا البنتان يعني للزواج، بدأوا كيوجدوا للزواج والانتقال إلى بيت الزوجية، تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الدين الجديد. فكابر أبو لهب وعاند، وكابرت الزوجة ديال أم جميل تهي وعندت، فتنزل فيهما قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. استكبر الرجل والزوجة ديالو، وأمر الولدين ديالهما أنهم يفرقوا ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب: رأسي من رأسيكما حرام حتى تفارق ابنتي محمد رقية وأم كلثوم. كان ذلك حدثا مؤلما في نفسي البنتين الصبيتين، ولكن بيت النبوة كان بيت صبر وبيت توكل على الله وبيت استسلام لأمر الله وقضائه. وتقدم عثمان بن عفان فتزوج رقية اللي صبرت معه على عداوة قريش للمسلمين، ثم هجرت معه إلى الحبشة واستقر في بلاد الغربة زمنا قصوا فيه داكشي اللي قصوا، وهناك ولدت له عبد الله بن عثمان، وما إن كبر وبلغ 6 سنوات حتى مرض فقضى نحبه. رجعت رقية مع زوجها لمكة، ثم هجرت المدينة وشهدت تأسيس الدولة الجديدة وتطورت الأحداث بعدها. ولما خرج المسلمون إلى لقاء المشركين في معركة بدر الكبرى، فاجأها المرض فقعدها في الفراش، وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم لها لما ساءت حالها كثير، كانت بحاجة للعناية خاصة. فأمر عثمان أنه يبقى بجانبها يمرضها ويعتني بها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم موزع النفس بين الإشفاق على رقية اللي كان كيشوفها كتقاسي بجانبه، والإشفاق على المسلمين اللي كانوا كيخوضوا حرب في بدر، حرب غير متكافئة مع قريش. زادت حالة رقية سوء، ولما يعني بدات كتجود بالروح ديالها الطاهرة بين أحضان عثمان، كان المنادي في طرقات المدينة كيعلن البشرى بانتصار المسلمين في بدر. ما اكتملتش فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، فقد رجع باش يعزي الصهر ديالو عثمان ويشاركوا الألم لفقد الحبيبة، وقسم لهم الغنائم لأنه ما تخلفش من عند نفسه، وليكون ذلك يعني تشريفا له ورمزا بالمشاركة في هذه المعركة الفاصلة. انشغلت المدينة بنتائج المعركة وبالغنائم وبالاستراحة بعد التعب الطويل، بينما كف عثمان على الهم ديالو كيسترجع هذيك الذكريات الحلوة والمرة. فلما هدأت نفسه يعني بعد زمن طويل، جاء عمر بن الخطاب إثر يعني معركة، فخذك يعرض عليه الزواج من الام ديالو حفصة، الابنة ديالو حفصة، فرده يعني بشيء من الجفاء، ما عجبوش الحال، وأخبره أنه لا يفكر بزواج، وكأنه يعني كيلوم على هذا الحديث غير المناسب بعد ما فقد بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يقول ذلك، فشكون اللي غادي يعمر مكان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده؟ أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله، رحمه لما شاف الهم ديالو، فسأله: ما لي أراك مهموما يا عثمان؟ فقال له عثمان بأسى: ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك. فصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الابنة الأخرى ديالو أم كلثوم، فرح عثمان وطاب خاطره، فقد يعني ملأت عليه أم كلثوم حياته أنسا وبهجة، واكتسب بالزواج ديالو منها لقب ذي النورين اللي غادي يذكر به ما بقيت الدنيا. عاش عثمان حياة طيبة، وكان نعم الصهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الله عليه في الرزق من التجارة اللي عاد بكثير منها على المسلمين بالنفع والخير.
ولا سيما في وقت الشده، فقد كان كيتصدق بسخاء، يعني بسخاء كبير، وجهز وحده جيش العسره، الشيء اللي فرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنى على عمله، وكان كيقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الحياه الهانئه لم تدم لعثمان مع ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما آلمته مثل ما آلمت الرسول صلى الله عليه وسلم الصابر أبدا. فلما جت السنة التاسعة للهجرة ماتت أم كلثوم أيضا، وشفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الألم دياله على فلدة كبده أم كلثوم، شفق على عثمان وقال صلى الله عليه وسلم لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان بها. أما الأخت ديالهم زينب رضي الله عنها الكبرى في بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لها في حياة أبها سيدنا رسول الله قصة أكبر، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي العاص بن الربيع، وكان نعمة الصهر، حبها واحد الحب عظيم، وعرف لها القدر ديالها في الشرف والمنزلة. ولما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنت زينب بالدين الجديد، و ما خصمهاش أبو العاص، وما وقفش منها موقف العداوة بحال اللي فعل عتبة وعتيبة ابن أبي لهب أختيها رقية وأم كلثوم. ومع أن أبا العاص بقى على الشرك ديالو والعناد ديالو، فبقى كذلك على حب لزينب كيعاملها بالإحسان، وبقت هي كذلك على حبها له وإعجابها به، تدعو الله أنه يشرح الصدر ديالو الإسلام. هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تستطع زينب أنها تلحق بها، بقت في مكة كترعى أبا العاص وكتحسن ليه وكترعاه الرعاية اللي كيستحق. وكيخرج أبو العاص مع قريش باش يتلقى المسلمين في بدر، وكل حماس للقضاء على الإسلام، وكيستكبر مع المستكبرين، وكيترك زينب يعني في مكة مزعة القلب بين باها والأنصار ديالو كتخاف عليهم، وبين الزوج ديالها اللي كتخاف عليه حتى هو. ولم يكن موقف سهل، ولكن الأقدار رحمت الضعف ديالها وهدت قلبها ودخلت عليه الفرحة، فقد انتصر المسلمون وسلم من بين أيديهم أبو العاص، ولكن وقع في الأسر، ومع ذلك لم يصب بسوء. ولما رسلوا المشركون فداء الأسرى ديالهم، لم تجد زينب ما تبعث به في فداء أبي العاص سوى واحد القلادة، قلادة نفيسة كانت هدتها لها أمها نهار العرس ديالها ونهار زواجها بأبي العاص. فهذه القلادة النادرة كانت ذات قيمة، هانت في عينها إزاء الزوج الحبيب. وقعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم على القلادة مع رسول ابنته يوم جاء بها أقرباء أبي العاص فداؤه، فعرفها سريعا، خفق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم، وتذكر أياما خلت لها في نفسه محبة، إنها قلادة خديجة ثم قلادة ابنتها. ما بغاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرزي بنته في تذكار عزيز على قلبها، كما لم يشأ أنه يسلب المقاتلين حقهم في الغنائم، فعرض طلبه عليهم بلطف بالغ وقال بغير أمر ولا فرض لو شئتم أن تردوا عليها أسيرها وقلادتها. رجع أبو العاص إلى زوجه زينب كيحمل لها القلادة، وجميل في العنق دياله أكبر من القلادة وأنفس، طوقت به زينب فارتفعت المنزلة ديالها عنده. لم يطل مكث زينب في مكة عند أبي العاص بعد إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسل لها كي أمرها أنها تفرقوا لنزول القرآن في حرمة الزواج بين المسلمين والمشركين. وكان أخذ العهد على يعني أبي العاص لما طلقوا من الأسر أنه يرسل له زينب. وفي الطريق إلى المدينة تعرض لزينب معتد أثيم خوفها، وكانت حاملة فسقطت على الجمال ديالها وتجهضت لساعتها وكادت تقضي، يعني كانت غادي تموت لولا أن جاءها الفرج، فبعث الله إليها من استنقذها عند اللحظة المناسبة. وما إن وصلت يعني وما وصلت المدينة إلا بعد جهد جهيد من سفر دقت فيه قطعة من أشد قطع العذاب وأقصى. أما أبو العاص فبقى يعني على حب زينب ما كتغيبش على الذهن ديالو، كيحن ليلها وكيشتاق ليها وكينتظر الفرج. ثم شغلته يعني مشاغل التجارة، وكان الكسب ديالو منها، وكان موضع ثقة القريشيين، كانوا كيرسلوه في تجارتهم كيربحوا وكيربحهم. فحضر موعد قافلة الشام، وخرج أبو العاص مع جماعة من المكيين في هذه القافلة، فباع البضاعة ديالو في أسواق بصرة وغيرها، وهو في طريق العودة وقع في أيدي يعني سرية من سرايا المسلمين، فصدروا البضاعة ديالو كلها، ويعني أرادوا القبض عليه فأفلت من يديهم، يعني هرب ليلهم. ويعني ضاقت الدنيا بأبي العاص، وتسأل في نفسه هو في الخلا وحيد خايف كيفاش غادي يدخل مكة وشنو غيقول لأصحاب الأموال. وفكر طويل ثم عزم واحد العزمة ذكية ليس له غيره. فشنو كان
ما شنو كان عزم ابي العاص وشنو كان الفعل ديالو؟ هذا الشيء هو اللي غادي نعرفوا ان شاء الله في الحلقه المقبله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نبيا بهدى يا رسول السلام.